الإعلان عن تفاصيل جديدة كان بينتظرها المشجع المصري والمشاهد المصري، والإعلان اليوم عن بعض المقتطفات عن تميمة البطولة وشعار البطولة وبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة. حضرتك شايف الأمور إزاي؟ لا، أنا عايز أقول في الأول إحنا خدنا البطولة ديت في وضع استثنائي. يعني أنا عشان أقدم على بطولة باخدها بيبقى أنا عندي 3 سنين أو 4 سنين اللي هي من قبلها، باخدها من قبلها بفترة أو بسنتين، بيبقى عندي فترة زمنية طويلة أقدر أبقى بكمل فيها إنشاءاتي. إحنا خدنا البطولة قبلها بأربع أشهر بعد الكاميرون، سحبت من الكاميرون وخدناها، فخدناها كان تحدي كبير. الحقيقة في التحدي ده نقدر نقول إن يعني عايز أقول هنا بأشيد باللجنة المنظمة، وكان في تحدي، كان دولة بتتحرك. الحقيقه الاستادات تقريبا كل الاستادات والملاعب انتهت الحاله اللوكشه الكبيره في المساله اتعملت في الاستادات والملاعب جاهزه دلوقتي، حاجات كثيره جدا في اللجان كثيره جدا اتعملت. اللي انا عايز اقوله بقى الكلام اللي هو بينصب سيبنا من الاستعداد الرسمي، انا واثق منه جدا ومتاكد منه ان شاء الله جدا، انما اللي انا عايز اقول بقى دورنا، عايز اقول للساده المشاهدين انا وانت وهو وهي دورنا ايه؟ احنا دورنا ايه في اللي جاي؟ احنا لان احنا البطوله دي تحدي بالنسبه لينا، والدول الافريقيه بتنظر الى مصر دايما نظره يعني كلها ثقه وكلها تفاؤل، واحنا ان شاء الله باذنك يا رب احنا شايفين البطوله دي يجب ان تكون بطوله غير مسبوقه، صعب وصعب ان تعمل زيها ان شاء الله. النجاح بتاعها واقف علينا احنا بقى، الدور بتاعنا احنا الشعب فيه. اولا ازاي، ايه الدور اللي حضرتك شايف ان المواطن او الاسره المصريه ممكن تقوم بيه من اجل الاسهام في نجاح البطوله، وايه شكل الاختلاف اللي حضرتك بتقول انه مطلوب نحققه في شكل نجاح البطوله؟ نجاح البطوله لان انا في كل الاحوال يعني انت ساعات بتبقى انت مثلا عندك بنيه سياحيه جامده جدا والكلام ده كله، يتبقى دائما الرجل الشارع المواطن المصري ليه دور، وده بنشوف دور كتيره جدا بيبقى الناس بتبقى مشجعه ويعني بتحتضن السياحه مثلا. يعني انا في البطوله احنا لازم في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، احنا خلاص الوقت احنا نعتبر البطوله بكره بقى دلوقتي اعتبر في التجهيزات، ازاي بقى تبقى المدن اللي محتضنه القاهره والاسماعيليه والسويس واسكندريه، ازاي نشوف فيها بقى افريقيا، ازاي نشوف فيها ان ديت فيها المناخ بتاع افريقيا، ازاي ده من اول حاجات البسيطه جدا كل واحد مننا مش هيكلفه شيء جدا انه يعلق علم صغير في البلكونه بتاعته في الشباك بتاعه قدام البيت بتاعه، فيبقى مصر دي ده 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 واحد من المظاهر، ده شكل ومضمون نخلي بالنا. انا النهارده يعني انا حتى كنت طلبت يمكن الاستاذ برجاوي المخرج يقدر يحط لنا، ان كنت طلبت ان احنا الاعلام الافريقيه نحط صورتها نوريها دلوقتي ونحطها على موقع القناه، علشان كل واحد احنا في زينه رمضان اللي بنعملها في احيائنا الشعبيه ايه بتبقى الخيط ادي صور قدام صوره قدامنا الاعلام افريقيا كلها، سهل جدا ان انا دي تترسم الشباب الصغير يرسمه وتبقى على ورق صغير مربعات كده ونعملها في خيط حبل صغير بشده انا كده يبقى محطوط في حتت والكلام ده كله، ده جزء ده بتاعنا احنا. انا احنا عندنا المدن بتاعتنا، عندنا الجامعات المصريه، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان في القاهرة، دول قوة كبيرة جدا وقوة شبابية كبيرة جدا. أنا بعتقد إن في تم استغلال جزء من الشباب ده في اللجان المتطوعين، إنما الجزء الثاني في الإقبال الجماهيري والحضور الجماهيري، في دور هنا للجامعات والجامعات، لما نشوف جامعة قناة السويس دورها بالنسبة لخط القناة للسويس والإسماعيلية، جامعة اسكندرية والأكاديمية البحرية دورهم. وحضرتك أعتقد الحلقة اللي فاتت كنت اقترحت يعني برضو تذاكر بفئة خاصة جدا أو مخفضة، هي سهلة تتعمل، هي سهلة تتعمل، وأنا اتكلمت مع كابتن محمد فضل في ده ومقتنع سهل تتعمل. انا على الاقبال الجماهيري انا ما عنديش على فكره قلق منه، احنا عندنا بقى رجال الاعمال والشركات، يعني هيئه قناه السويس لما نتكلم على عندنا مدينتين مهمين جدا، ونخلي بالنا ان احنا هيبقى في تنافس شديد جدا، ويمكن للسويس والاسماعيليه ينافسوا اسكندريه والقاهره في التنظيم، لان اي حاجه هتظهر عندهم. فانا النهارده كليات الفنون الجميله، الشباب الجميل ده والطاقه الكبيره دي كلها، انا عندي كل في الحوائط الكتيره جدا، ابتدي ان النهارده دول لو منزلوا هنغير وجه الدنيا، ده هو ده ازاي تعيش المناخ ده. شوف احنا من قبل رمضان بنقابل رمضان بالزينه وبالحاجات وبتبقى عارفين ان في مناخ، ومصر هي الدوله الوحيده في العالم ان في شهر رمضان فيها مناخ مختلف. المناخ ده عايزينه المناخ الافريقي ده. انا النهارده بطلب النهارده من يعني مثلا لما بيجي للساده، وده دور بقى القطاع الاهلي والمدني والكلام ده كله، وانا بقول هنا ان قناه السويس عندها امكانيات كويسه، انا بتكلم على الاسماعيليه والسويس والزادين، عندنا مجموعتين هناك
احنا الملاعب دي هتبقى مليانه ان شاء الله، انما ازاي بقى المناخ اللي احنا هنعمله ده؟ سهل قوي ان نتصل. حضرتك اشرت تحديدا للسويس والاسماعيليه وقلت انك بتتوقع انهم يعني قادرين على منافسه القاهره والسويس. صور الاعلام امبردو عملنا صور الاعلام ديت كده، تخيل احنا لو عملنا ديت باعلام الدول الافريقيه وعملنا دي كلها في الحاجات دي، ده شكل بسيط انما يعمل انعكاس كبير جدا وامتنان كبير جدا على اللي هيشوف ده في سواء في البث الفضائيات والكلام ده كله. انما انا ازاي نحول المدن بتاعتنا دول في المدن بتاعتنا المستضيفه البطوله الخمس مجموعات دول ازاي نحولهم كاننا وقعت قاره افريقيا في مصر، رسومات واستفيد بقى بشبابنا، شباب كليه الفنون الجميله يشتغل، كل واحد عايز يشتغل يقدر يعمل، نقدر نروح للسفارات الافريقيه، السفارات دي ممكن تدينا موسيقات بتاعتهم هم، الموسيقى الشعبيه بتاع كل بلد، نقدر نتصل بيهم هيدونا صور الاعلام ونقدر نعمل ده، الاعلام ديت علشان خاطر ما نتكلمش يبقى الاعلام غاليه ولا الكلام ده، انما يعني ادي هنا المظاهر بتاعتنا اللي على الشاشه ديت، تخيل بقى لو عملنا ديت بالنكهه الافريقيه مزيج بينها وبين الشعارات الافريقيه، تخيل انت لو عملنا هو ده جو البطوله، هو ده الكلام، هو ده اللي احنا نعرف نعمله. حضرتك عايز المجتمع الدولي يشوف احتفال شعبي مصري. انا البطوله دي بالنسبه لينا حاجه مهمه جدا، نقدر نعمل ايه؟ ما احنا زي ما احنا في المناسبات، ما ده كل ده عندنا الصور اللي على الشاشه دي كلها احنا اللي عاملين ده، ازاي اعملها بقى بالصوره الافريقيه؟ لو انتوا عايزين بقى صور وحاجات. طيب احنا البطوله دي نجحت الحمد لله في مصر في مرحله سابقه عام 2006. ايه الحاجات اللي من 2006 حضرتك عايزها تتكرر في هذه البطوله مع شكل اكثر تطورا؟ وايه الحاجات اللي عايزنا حضرتك نتلافاها او شايف ان كان في اخطاء في التنظيم او تتمنى يبقى شكلها مختلف شويه عن تجربه 2006؟ انا بقول ان انا من 2006 للنهارده 13 سنه. ال 13 سنه دول ومصر اتنقلت في الفتره دي كلها في الخمس سنين اللي فاتوا نقله يجي 500 سنه لقدام. ال 500 سنه دي اللي احنا لازم احنا نعرف. على فكره ده دورنا. احنا دايما بنغفل الدور بتاعنا وبنستقل بنفسينا، انما احنا الدور المهم الشعب. احنا دورنا فين في البطوله دي؟ ما حدش يقول ما في لجنه منظمه، احنا لا 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 لا، ده احنا لنا دور يا اخي. ابسط ادوار الدور ان انا على يعني احنا الجدعانه المصريه والشهامه المصريه، قابلني ولا تغدي يعني لاقيني ولا تغديني، ازاي ان احنا الناس اللي هنحتك بيهم من اهالينا الافارقه ولا اشقائنا الافارقه دول ازاي هنقابلهم؟ ازاي هنصنع الحاله دي؟ ازاي نستثمر الحدث ده سياحيا يا استاذ ابراهيم؟ ما هو انا النهارده سياحيا انا لما بعمل ده، هو انت النهارده لما يجي انت كام دوله افريقيه جايه دوله وجايين ومعاهم جاي جماهير وجاي متابعين وتلفزيونات وحاجات بتصور، لما هم يحسوا ان هم فعلا هي دي مصر بقى، هي دي الشقيقه الكبرى، هي دي مصر، وهو ده وده حق مصر علينا، ده اللي في ايدينا احنا نعمله ايا كانت دور المجتمع المدني اللي هو بيبدا بالفرد. انا لو كل واحد علق علم، لو احنا النهارده كلفنا خاطرنا وحطينا لكم هو صور العالم دي كلها ويبقى حطيت جنب العالم ده مجموعه، ده انا ما بقولكش هات قماش ولا اعمل، لا لا لا، ده انا ارسمه على ورق واعمل خط شده بشريط اللي هو زي اللي شفناه دلوقتي في الشوارع ده. تخيل انت الانعكاس ده، ولما ده كل دوله افريقيه بتصور ده ويرجع لبره، هو ده هي دي مصر، وهو ده احنا، واحنا وهو ده طبعنا، احنا مش هنتكلف ومش مجهود مننا نقدر نعمل ده. طيب نجوم الرياضه عالميا، هل ممكن نعمل دعوات لبعض الشخصيات العالميه من خارج القاره الافريقيه للمشاركه بالحضور في الحدث؟ يعني حضرتك تعلم تاريخ المناطق السياحيه والمزارات السياحيه في مصر، شاهد زيارات لمجموعه من اشهر نجوم العالم في الرياضه او في الكره، مارسيال نجم مان يونايتد، محمد علي كلاي، كارلوس بيول، تشافي هرنانديز، ده كان قبل فريق مواجهه فريق برشلونه مع الاهلي في المئويه عام 2007، ريال مدريد قبل مواجهه الاهلي نجوم ريال مدريد في 2001، رونالدينيو نجم البرازيل وبرشلونه، روبرتو كارلوس، ميشيل سالجادو، باتريك كلايفرت نجم برشلونه وهولندا، مورجان فريمان النجم طبعا السينمائي الامريكي المعروف، وويل سميث ايضا نجم هوليوود. ازاي احنا نستثمر الحدث ده ونشارك بعض الشخصيات الاشهر في العالم؟ خليني مع انتوني مارسيال اللي هو اللاعب الفرنسي اللي هو نجم اللي هو مانشستر يونايتد، هو منزل صوره ليه في النهايه برناوي، الصوره ليه هو وخطيبته الدم ده، وكان علم وحطت علم مصر دي فيها. انا النهارده عايز اسال هنا سؤال، هو احنا وزاره السياحه مش لها مكاتب في المطار؟ في المطار يعني انت المطارات بتاعتنا وزاره السياحه لها مكان فيها. انا لما يجي نجم زي ده موجود، انا لو بشيء من الترتيب يعني نقول لهم يا جماعه في الجوازات، الله يكون في عون طبعا ظباط الجوازات، انما لما يبقى عندك نجم زي نعرف ما نفاجئش بيه بعد ما مشي. احنا شفنا الصور بتاع مارسيال ده
أنطونيو مارسيال بعد ما مشي. تخيل أنا لو كنت شفنا دول وصدفنا يعني صدفنا عملنا له تكريم بصورة ما. أنا الفكرة طالما إن النجوم بيجيله ده في نجوم كتير جت هنا، أنا إزاي أستفيد من ده وأحط ده سياحيا؟ هو قليل لغاية عندي، وهو النهارده بقت صورته جنب الأهرامات واللي بتاع دعاية كبيرة جدا. أنا مجرد إن أنا أحط ده على صفحتي الرسمية وأحطه في حاجات كتيرة جدا. وإحنا عاملين حاجة مع سي إن إن حملة هايلة جدا الحقيقة لوزارة السياحة، وأنا بأشيد بالدور اللي عاملاه وزيرة السياحة في هذا الموضوع. إنما أنا إزاي إحنا ما نبقاش رد فعل؟ إزاي إحنا ناخد خطوة لقدام؟ هو أي نجم ده لما حيجي في المطار؟ ما هو يعني هيبقى معروف ان ده النجم ده، حتى لو ما كانش نجم من الباسبور على الاقل هيبقى مكتوب فيه معروف. ما بتتمناش حضرتك لما تشوف نجم من النجوم العالميه دي في مصر، سواء في مجال الرياضه او في اي مجال اخر، انك تشوفه في انترفيو في لقاء تلفزيوني على شاشه قناه من القنوات المصريه؟ ده ما بيحصلش ابدا، وبتعجب من هذا الامر اني بشوف ان احنا ده بيقربنا اكتر من العالم، بيقرب العالم مننا اكتر، وبيربط المشاهد الغربي باللي في طبعا حقوق بث ورعايه وتسويق كل الامور دي معروفه، لكن لابد ان نحاول. ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. احنا النهارده على الاقل النجم ده لو احنا عرفنا ان هنا عندنا حد زي ده بالنسبه لينا، ازاي بقى نقدر نستفيد منه في اكبر كميه صور واكبر حاجات كتيره؟ وازاي انا مش انا متاكد ان وزاره السياحه ده انا هستضيفه، هو مش محتاج انه يستضاف، انما انا ممكن اعمل ده، وممكن اقول له طب ما انت لو عندك وقت وعندك زياره ده انا اوديك بتشوف اسوان، ده انا ممكن اوديك تشوف الاقصر، انا ممكن اعمل ده. بس في الاول وفي الاخر انا ليه بالفكره طالما نلوم الكوره رومبيرو عندي، انا ليه ما ببعد مثلا دي افكار بقولها، انا ليه ما ببعتش للانديه الكبيره دي كلها قبل نهايه موسم اقول لهم لو حد عايز اجازات في مصر احنا عاملين كذا، وعشان ده النجوم ديت احنا لا ده عاملين تخفيض كذا وبتاع كذا وبرنامج كذا، ومش يعني دي طرق مهديه الحاجات الافكار اللي بره التفكير العادي. انك انت ازاي اسبق خطوه، انا سهل قوي ان انا ابعت الانديه في نهايه موسم زي ده كان في الفتره اللي فاتت دي من قبل كده بشهر، ابعت لهم اقول هناك في الانديه بصوره او باخرى ان انا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، وان انتم لو اي نجوم احنا نحجز لهم ونعمل لهم برنامج ونعمل كده. بادرت عملت مبادره من ما عرفتش ده اعرف من المطار لو ليه يبقى انا بعمل له تجهيزات دي استفيد من ده، انما مؤكد ان دول استفاده. ارجع لكاس الامم بس عشان احنا قطعنا الكلام على كاس الامم، انا بتكلم على الدور الرسمي مش على الدور النجوم اللي هم انا بتكلم على الدور الشعبي بتاعنا. الدور الشعبي لا يقل اهميه بل يفوق اهميه عن الدور الرسمي. دور نحن في نجاح البطوله ايه؟ ما حدش يقول لي انا ماليش دعوه، لا كل واحد لنا ليه دور يا اخي. ابتدي بقول لك لو علقت علم، لو انت يا سلام لو انت عملت بعدد الاعلام دي على خيط ورا باعلام الافريقيه دي وعلقته في الشارع في هنا، كل ده هيتصور، ونصور ده ونبس ده ونعمل ده، هو ده الدور اللي احنا مطلوب مننا نعمله في الفتره اللي جايه. احنا ازاي نتعامل مع انا يعني انت متخيل انت لما يبقى جاي حد من مدغشقر ولا جاي من هنا ولا جاي من هنا وبيسمع اهم موسيقى شعبيه عندهم احنا بنزحلهم عند الاستاد، طب انا هعرف دي منين؟ اروح للسفارات دلوقتي اقول له اديني لو عندك صور، لو عندك صور مش عارف ايه، لو في صور كتيره للنجوم بتاعتهم وايه المانع ان انا اعمل الصور دي واعملها واعمل هنا دور لرجال الاعمال. وده كله دي المبادرات الشخصيه التي يجب ان تقوم. الاحزاب دخلت على الخط وده شيء هايل، وكان مؤسسه الوطن كان عاملين من يومين او امبارح او اول امبارح كان حاجه علشان الحشد الجماهير، ده شيء جميل جدا. كل المنظمات، انا النهارده الانديه، أنا النهاردة دور النادي الأهلي النهاردة، جماهير النادي الأهلي دورهم فين في هذا الموضوع؟ دي كلها حاجات إحنا اللي بنتكلم فيها عشان خاطر دايماً ما ننساش إن إحنا لنا دور. لو عظمنا الدور بتاعنا كلنا هنعمل شيء فيه إعجاز. يعني حضرتك عايز المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية كلها تتحرك. كلنا نتحرك لأن ما حدش يقول لي وأنا هعمل إيه؟ لا ده أنت تقدر تعمل حاجة كويسة. ده انت تقدر تعمل حاجه، هيبان ده قوي في بلد زي الاسماعيليه والسويس، بلد صغيره تقدر تعمل ده. ازاي انا اول ما انزل احط رجلي في السويس والاسماعيليه كان انا في افريقيا؟ ازاي انا احسس الناس ان انا فعلا عندي حاجه مهمه جدا، اكبر بطوله افريقيه بتتعمل وانا بنظمها؟ وازاي انا عامل المناخ ده؟ انت عارف الموضوع. طيب هنا كمان ده عايز ترتيب وتفكير بالشكل اللي حضرتك بتطرحه دلوقتي من المسؤولين في المحافظات دي اللي هتصنيف. انا بكلمي ده بقى انا بقول يعني انا في المحافظات النهارده انا جاهز ان اتصل بالسفارات، انا عندي كام دوله اللي هيلعبوا عندي، اجيب الموسيقى بتاعتهم المزيكا بتاعتهم صور ابرز النجوم وصور ابرز والحق بسرعه اعمل ده. وده لان ده بره يعني بره يعني اللجنه المنظمه خليها في الجزء بتاعها الله يكون في عونها في اللي عندها،
ملاعب وترتيبات وإداريات ومش عارف ايه وحاجات وكلام ده، خليها في ده. احنا دورنا فين بقى؟ الاحزاب اللي داخله في الدور ده يبقى بنفكر من المنطلق ده، اللي هم عايز يساعد. انت عايز تساعد، طب انت ما حد يقول لك ان ممكن انا حطبع ملاعب، انا يهمني اول الجمهور في الماتشات اللي بتتلعب بتاع الفرق الثانيه، يبقى في المدرجات. طب انا النهارده الجمهور بتاع اللي حاضر والجمهور قليل قوي بتاع الفرق الثانيه هيبقى قليل، خلاص يبقى احنا اخلاقيا ورياضيا. حضرتك بتتكلم، هطلع بس بره موضوع كاس الامم دقيقه ونرجع تاني للموضوع ده، لانه في اطار حديث